ماشي واحد هي يدخل سلحفاة غير سلحفاة بكل وضوح. مجتمع تحت المجهر. شنو هي ديال المنع النفسي؟ المنع النفسي هو الاب والام من 3 سنين فوق نبداو نحكوا فولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو. باش كياكلو؟ بشخصيته بقوة شخصيته. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. بكل وضوح على ميد راديو الاذاعه القريب منكم دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مرحبا بروفيسور. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. اليوم بروفيسور غادي نتكلموا معك على الصعوبه اللي ممكن تعاني منها الام داخل الاسره في حال فقدان اي وفاه واحد من ابنائها. الام كتحول لامراه اخرى، يعني حزينه مصدومه متحرقه كثير من هذا الفقدان، وهذا الجو كيخيم على الاسره كامله بالرغم من مرور يعني شهور وسنوات على الوفاه ديال الابن ولا الابنه، وبالرغم من متابعه هذه الام الاطباء النفسيين، الام ما تقدرش انه تخرج من الحزن ديالها وتواكب حياتها الزوجيه وحياتها الاسريه عادي، بل يعني كتجعل بدون شعور حتى الزوج والابناء انهم يخافوا يظهروا او لا يفرحوا في حدث ما داخل الاسره، وكترفض بشده الاحتفال ولا يعني بمظاهر الفرح لما تصبح واحد البيت اسري فيه جو يعني حزين ومغموم. هاد الامر عنده علاقة مع الهوية. القوة ديال المفكر العريف انه تندخ في المجتمع واحد الالتفات، واحد الانتباه اللي ما كان ننتبهوش ليه بشكل واضح. كيفاش كتركب الهوية ديال الشخص؟ الشخصية وتنعرفوها والطباع وتنعرفوها، ولكن الهوية قليل اللي متابع لها. فمثلا الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، إذا مشينا وشفنا الهوية الفلسطينية قبل النكسة ديال 67، واش هي الهوية الفلسطينية بعد النكسة؟ غنمشيو نشوفوا الشعر والأدب والفن والموسيقى والمسرح والإعلام والسينما قبل 67، وشوفوا من بعد 67. هادو هما اللي كيتسموا القضايا لا كوز، أنه جيل تيورثها الجيل، وخص الجيل الأول يحرص على أن الجيل الثاني يتحملها ويحملها، فتيخدم لها ترسانة ثقافية فكرية فيها القصة في لقيتة الحماية في المغرب. على العيطة الشعبية قبل الحماية هي العيطة الشعبية بعد الحماية؟ ها انتم كتعرفوا المؤرخين وسولهم وشوفوا المحتوى الكلمات. الراوي والحاكي قبل الحماية المحتوى القصة ديالو نفسه بعد الحماية؟ أبدا. فالشعوب عندها واحد الذكاء كأنه رد فعل ديال جهاز مناعة، تيبدا من الأسر وتينطلق للأفراد وتيمشي وتيتركب في الهوية. هذا الحزن وهذه العلاقة ديال الألم، كتلقى واحد العائلة توفى واحد الشخص، واحد الأب وواحد الجد وواحد الجدة، واحد الابن واحد الفتاة، وكتلقى الحزن غيم على هذيك الدار 20 عام، والناس كيحاولوا يخرجوا ديك امهم ولا ديك باهم، ها الطبيب ها البسيكياتر ها البسيكولوج ها السويفي ها الادويه والو. هنا فيك تدخل مارغريتي سونار، فيك تساعدنا وكتقول لنا لو فيغيتابل ليو دو ليسونس سي سولوي و لون ابورتي بور لا بروميير فوا ان كو دو د انتيليجونس سور سوا ميم. هذا هو الدور والصفه ديال المفكر، خصو تبقى عنده هو هذه الصفه وخصو يبقى ظاهر بها في المجتمع، لانه هو الوحيد اللي يقدر يمسها. هو كل ما كي يعطي لنا المجتمع وكيسميه موروث
شكون اللي يقدر يعيد النظر فيه؟ وراه شي واحد يقدر يعيد النظر فيه. هاد الحاجة داخلة في الهوية المغربية، شكون اللي دخل في الهوية المغربية؟ إمتى دخلت؟ فمثلا غتمشي تشوف الموسيقى ديال لي زاميرانديان اللي هما الهنود ديال أمريكا، وغتشوف الموسيقى ديال لي سيسيليان ديال لي كورس، اش غتلقى؟ لا ماما، لا تريستاس، لا مور، الموت، ماما، اوف. شو تلقى في هاد لي كورس سيسيليان غتلقى في يعني زاميرانديان مود مينور تريست. علاش؟ لان ضاعت الحضاره، مشى واحد القوه. شوف الموسيقى الاندلسيه المغربيه ما فيهاش مود مينور، صح مود ماجور. لا 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 لا، ولو انهم زالوا من الاندلس ما داروش، ولكن في المشاحات ملي انتقلوا واحد الفئه منهم مشاو للتمثال الجزائر ومشاو للشام، شوف المشاحات العربيه كي دايره بالحزن، عكس الاندلسي اللي بقى في المغرب. فكل ما هو موروث اللي وراه قضيه ترسان هذا المجتمع، كتجي كتوضع على الجيل الجديد وكتدوز ليه واحد النمط، وكتقول ليه بقى عاقل على الالم، لان القضيه راه فيها الم. فملي غتمشي تشوف الموسيقى ديال مرسي خليفه مع محمود درويش المرحوم، شوف الالم، مابقاش قادر مرسي خليفه يدير حل، مابقاش قادر يتحمل الالم صافي، ولكن راه خلى النمط ديالو كاين. فملي كتكونين كوز، كتكون واحد القضيه الترسانه باش ندوزوا واحد المشاعر اللي كتبقى توضع الاستمراريه لهذيك الهويه، هذيك تما مستحقه. ما كتكونش نكوز، كيخصنا نمشيو نقلبوا في العقد هذيك العائله، شنو تيعني الالم عندهم. واحد الشاب تخرج طبيب وفتح عياده في الدار البيضاء، هو من اصل فقير ومن محيط فقير جدا. كظهرني واحد النهار لبس واحد اللباس يعني رديء، قميص جبالي، سروال بالي، صباط بالي، ما محسنش وجهه، ما مشت شعره، ما باينش عليه ملامح ديال طبيعي عنده عياده. قلت له كولو باس، قلت له غنسد العياده وغادي نمشي نبرك معاهم في الدار، واش كل شيء جاي عندي انايا؟ قال لي من البلاد. اللي عنده مشكل ديال المحافظه سير عندنا ودعمنا طبيب، اللي عنده مشكل ديال طوموبيلته دار الفوريه نسرع عندنا ودعمنا طبيب، اللي عنده مشكل في شي بلاصه راه عندنا، اللي بغى يشري شي حاجه. قال لي وليت كلي، قال لي ما بقيتش عارف نخدم ملي تنمشي. قال لي نزور العائله وكل شيء. قلت له لان الهويه ديالهم ما سخاش ينفلت ليها واحد. دابا انت انفلتي بقرايتك، فلتي بعرفك، دابا عرفوا التغيير غيجي من عندك، ما يمكنش يخليوك تدير تغيير. فدابا قلت لي هذا راه هو دفع الله الناس، بالعكس خصك تتعلم تقول لا، انا ماشي مكتب استشاره قانوني، انا طبيب، هاك انا مراد المحامي، انا ماشي عدول، هاك انا مراد عدول، انا ماشي كتعلم. الا ما قلت لي ما قلتيش لا، راه الهويه اللي هما بناو عليها اجيالهم، بناو عليها حقيقه وجودهم، كيفاش انت ولدنا وتبدلتي علينا ولا؟ فلاحظتي هنا يا اما استمراريه وتجديد، ولكن جديد كيعني اش كتسمى قضيه، لان فيها مقاضاه، مرافعه فكريه، ماشي مقاضاه عدليه. فهاد الام هادي الى مشيتي غتلقى في عائلتهم، في قبائلهم، في السلسله تاريخهم، انهم غتلقاهم كانوا تيقولوا واش حال هادي، راه كان جدنا الدار الكبيره وديما داخل بنادم ياكل، وديما طيب عندنا في الدار، وديما الدار عامره بحال الزاويه، وديما وديما وديما، وغتجي نح بحال الكوت تشوف نقلوها من نهار مات الحاج دار خواته بقى عاله كذا. علاش القران كيوصفوا بمكاء؟ حنا علاش كنقولوا موكا؟ لان الموكاء هو البكاء، ولكن القران هو الميم، الميم ديال الغمه. مرحبا، تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح. فاصل اعلاني قصير وغادي نمشيو مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52.
ورجعنا لكم مستمعينا وغادي نمشي مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522-46-72-50-51-52. غادي ناخدو أول مكالمة معنا. معنا هشام مقيم بفرنسا. ألو 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 هشام. وي سمعيكم. مرحبا. سمعت الله. السلام عليكم. شكرا بروفيسور، شكرا من هذا البرنامج. مرحبا. مرحبا سي هشام. بروفيسور راك محسي. اسكو جو بو جينيراليزي سون كونكري دون ديتاي؟ تفضل تفضل. شكرا. مشكور. عندي واحد، شكرا، عندي واحد تساؤل بصفة عامة على الحياة الزوجية. بغيت نعرف بروفيسور واش دابا الحياة الزوجية واش عندنا ان جونغ دو طابلو دو بور اللي كيسمح لنا ديك سيغتان زانديكاتور نقولوا وراحنا اون سوغ لا بون فوا، ولا راه كاين شي مشكل اللي غادي زعما نضطروا باش زعما نوقفوا هاد العلاقة. جوج ميكسبليك ان تي بو. تفضل تفضل. ملي بحال دابا ما تتكونش الرغبة، ما تكونش الرغبة بحال دابا باش الواحد يدير شي مسائل مع الزوجة ديالو، بحال دابا الخروج ولا المذاكرة ولا تيكون واحد شوية ديال الملل. و ما تكونش الرغبة بزاف ديال المسائل بحال دابا غادي الزوج ولا الزوجة غادي واحد الزوج غادي غادي بحال دابا يبقى بخيفيري يكون مع الأصدقاء ديالو بليتو يكون مع المرأة ديالو. يعني ولا ما تيكونش بحال دابا ما كاينش ما كاينش الرغبة ما كاينش ما كاينش واحد لو بروجي كوما ما كاينش واحد لو بروجي باش يقول واحد اوكي دابا دابا واحد الشهور غندير واحد القضية وغندير واحد القضية وغندير واحد القضية. سي هشام عمرك درستي تاريخ ديال لو شاتو دو فيرساي؟ واش عمري شنو؟ درستي بغيتك تقرا على التاريخ ديال لو شاتو دو فيرساي؟ لا بروفيسور ما انت راه كاين فرنسا، دير واحد الزياره في شي ويكاند ياك وسير لو شاتو دو فيرساي ودخل المكتبه ديالو وشوف التاريخ ديالو كيفاش تبنى. هو كان واحد الموضع ديال الصيد ديال لي غوا دو فرانس، كان فيه بحال كابانو دايره به الغابه، وكانت العاصمه هي باريس، وكانوا كيجيو يصيدوا في فيرساي. ولو غوا لوي 17 بقى خلاه هذاك البافيون الاول دو شاس راه غتلقاه هو القلب ديال شاطئ فيرساي باقي خلاه، وبقى تيكبر ويبني. هو جا في واحد المنطقه اللي غابويه يعني صالحه غير الصيد. نعم. دابا راه ضمن الاماكن اللي كتشكل العجائب المعماريه على وجه الارض. من اكبر المواضع ديال السياحه في فرنسا لو شاتو دو فيرساي. فالوقيت اللي كان غير ان غولي دو شاس كان ملي كيمشيو لي غوا دو فرانس ومشيو لي لي برانس ومشيو الناس يصيدوا كانوا كيحطوا الخيل ديالهم ويشويو هذاك الشيء اللي صيدوه ويجلسوا ويصالحوا صافي وي. ما كان حتى واحد كيعرفوا. كانت هذيك المنطقه دو فيرساي ما كتسوى والو كاع، ما يعني ما عندهاش قيمه. حتى انه جعل منها شبه العاصمه، خلى باريس وجا هو حول العاصمه لفيرساي. كذلك ملي كتشوف فاس في المغرب، فاس بعيدة على البحر، بعيدة على الطرقات، جات وسط الجبال، ولكن ملي دار فيها جامع القرويين، ملي ولات محج لجميع العلماء في العالم الإسلامي، ما بقاتش كتصعب الطريق على شي واحد ما يمشي لفاس. هذا هو اللي تنقول لكم، راه الحب راه صنعة وإنجاز. الصنعة يعني خصك تكون صنايعي معلم. الانجاز هو ملي كتزوج راجل كيتزوج مراه ومراه كتزوج راجل، راه عندهم واحد البقعه، بقعه د الارض حمراء فيها الصخر دايز حداها الماء فيها الشجره وليني عريانه قرعه. هذيك البقعه كيجي هو وكتجي هي كيكونوا مهندسين معلمين. كتجي
شي عائلة كتقول لهم واه تصيدتوا في هاد البقعة وعندكم فيها صخرة جبل تكون فيها واحد الصخرة عوجة ما عندكم كيديروا ليها. هو مع مهندس معلم وهي مهندسة معلمة تيبنيو الصالون ديالهم مع ديك الصخرة كيديروها ديكور ودخيل تيخرج الشومين ديالو بجنب الصخرة كيدخل عندو نتا للدار كتبقى مبهور فواحد الصخرة طالعة كتقول ليه اوه درتيها جابوها لك ديكور لا ودي راه استغليت الجغرافية والمعدن اللي لقيت. كتلقى واحد البلاصة دايز فيها واد واحد كيجي يقول لك وايلي واد الارض ديالك دايز فيها واد كتبني انت واحد الدار وكدير هذاك الواد اكواريوم داير في الدار كيلعب في الحوت كيجيو عندك جيران قبل ملي كان شافوا هذاك الواد دايز كانت يقول لك مخسر لك الارض ديالك ملي شافوا كيفاش تبنات ولا حوض الماء داير في دارك وانت بارك كتشرب كويس داتاي والماء تيلعب حداك والحوت كيلعب حداك اواه كواحد درنا حتى حنا شي حوض الماء بحالو وسير ديرو انت الصناعة شحال تقام عليك. فهنايا العشق والغرام هو واحد الطاقة كتسمى لا شارج ليبيدينال واحد الطاقة موجودة في الجسم موجودة في الماكلة موجودة في الطعام. فمثلا لكليتي اللحم ماشي بحال لكليتي الفجل عاد تضرب نص كيلو تشوى وتتزند هو اللحم كيعطيك انشارج عاد كيعطيك انشارج كتبغي تخرجها هذيك راه هي لا شارج ليبيدينال. الوقيته اللي كتكون لا شارج ليبيدينال بحكم الشباب بحكم الجسم قوي بحكم الطاقه كيسميو الناس هذاك هو الحب هذاك راه الرغبه. لان انسان شبعان اش كتقول ليه كيقول لك بغيت كاس داتاي ولا قهوه علاش بغيت تنشوى عليها تخيل جيعان ويقول لك تنشوى تيقول لك بغيت ناكل. فالوقيته اللي كتكون لا شارج ليبيدينال كيتنشواو كيبدا يشوف لها في عينيها وعاد كيبقى يقول لها سبحان الله ديك عينيك تينوك علاش لانه ديك الساعه شارج ليبيدينال ملي كتنقص لا شارج ليبيدينال ما كيبقاش عنده المحفز هذاك ديك الساعه عنده المحفز غير كيميائي غير شيميك هرمونال. الذكي ملي كتنقص عندك المحفز الكيميائي كتنوض انت تبدع محفز شنو كتبدعو كتبقى تقلب هاد السيده اللي بجنبك شنو كتعرف دابا هذا هو السر الرباني الهائل. كل مخلوق على وجه الارض وضع فيه الله سر ما كاينش شي بشر على وجه الارض ما صالحش وكلهم صالحين غير سبب الظروف والمحيط والمحاشره والقرايه والتربيه اللي كتخسر عباد الله ما هما راه كلهم صالحين. فالوقيته اللي كتكون مجنبك امراه زوجاتك خصك دير فوق منها عنوان هذا هو حسن الظن كدير فوق منها عنوان راه فيها شي حاجه صالحه ليا وهي كدير فوق منه عنوان راه فيه شي حاجه اولا حوايج كيبداو بجوج يبحثوا مثلا في الاخر شنو عنده هذا هو لا كونجوغيزون دي تالون يعني المحبه من الاولى ما كافياش لا هذاك الاندفاع العشق هذاك غير سيما غير كيرزقهم ولاني راه خصك من بعد تبني بهذيك الطاقه شنو تيبنيو كيكونوا في الاول هو ياكل في القهوه وهي تاكل في القهوه هو يخسر الفلوس في الريستورون يتصرف الفلوس في الريستورون وهي كذا يا كذا كيجيو لدويرتهم كيبداو يديروا دي مانوي هي كتشوف شنو تيبغي وكتنصحو كتقول له انت راه كتاكل بزاف الحمراء وعلى عليك بزاف راه انت عندك الكوليسترول وكذا كتبدل ليه هو عارف انت تقول له انت كتاكل الحلاوه بزاف وكذا وكذا كيبدل كيبقاو يتخيروا كيديروا لانترسيكسيون دي زونسومبل لونسومبل ا لونسومبل بي تاع مختلفين وكيجيو كيديروا انترسيكسيون وشنو اللي داروا انترسيكسيون داروا فيزيون ما داروش فيزيون ils ont trouvé en commun des éléments qu'ils partagent هذا هي الانترسيكسيون دي زونسومبل. فملي كتقرا لا تيوري دي زونسومبل كتلقى بور افوار لا بوسيبيتي دافوار انترسيكسيون اونتر ا و بي il faut qu'il y ait des éléments qui appartiennent او يعني نقطه ديال التلاقي بيناتهم نقاط متعدده هذيك النقاط خصنا نستغلوها كمربط حيت الا قلتي نقطه راه هي حفره غنلقى فيها وتد وندير فيها قنبه ونجر بها بلاصه اللي ندير بها خيمه فلا لقيت غا نقطه وحده غنديرها وتد واحد اش غنديري بوتد غديري ان سيرفولون وتد غديري بيه تربطي فيه بهيمه ولا سيرفولون جوج وتوده شويه ثلاثه واربعه وخمسه وسته ومئه كتولي كتنوح في لي فيغور جيوميتريك كتولي كتبني وكتعلي. الوقيته اللي كيمشي لك هذاك الرغبه بلا شارج ليبيدينال وهنا خص الانسان يعرف واحد الامر بان كل ما هو علاقات انسانيه فهو ابداع ثقافي ما كاينش حاجه علاقات انسانيه جايه كمسائني ما كايناش
كل شيء بما فيه لا سيكسواليتي سي كولتورال. واللي بغيت يتاكد مشي يشوف لي مرض مونتو كونت يل بيرد لا نوسيون دو لا سيكسواليتي كتلقى عنده لا كاباسيتي فيزيك وما عندوش لا كاباسيتي دو رياليز لاكت. فكل شيء في لومان كل شيء في الانسان هو ثقافي فكري. فالوقيت اللي سي هشام تيقول لك واش كاين ان طابلو دو بور اللي نمشيو عليه ونعرفوا واش صحيح ولا خطا، نو كاين عندنا لا كاباسيتي ا دو رولي ان في كي ريزيست دون لو طون. الذكي والذكاء فوقاش كي كيفرح كونت يلا ان في كي ريزيست اي كي دور دون لو طون. الذكي تما كيتنشوا كيتقنوا كيبقى كي إذا أنا كيتحدى الذكاء ديالك تيقول لك وقلب من يدخل ليا وقلب من يدوز ليا. فمثلا الرغبة مشات ما بين الرجل ومرته ولا كيحس بأنه خصو يخرج ويمشي عند صحابه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، شنو كتعني؟ كتعني مازال ما لقيتش مدخل باش نولف هاد السيدة ونجعلها تولفني. كاين دائما اللي كيعا كياخذ كيعرفش يعطي، وكاين عا اللي كيعطي كياخد. هو راه خصك تعطي وتاخد تعطي وتاخد تعطي وتاخد، تدفع وتجر، توقف وتجلس. شتي هادوك لي زيتا لي زوبوزيسيون ديفيرونسيال كيخلقوا واحد لاكادونس دوم تاك دوم دوم تاك دوم تاك دوم تاك. فهنا ملي كيشوف واحد لو في بان مرتو ما بقاتش كتلبس مزيان ولا ما كتماكيش مزيان ولا ما كتجملش راسها ولا، كيف قلنا غادي نحطوها في لو طون S1 soit l'oul, S2, S3, S4. Cadence de S1, différente de la cadence de S2, différente de S3, l'aboutissement de S4. Je ne sais pas si je suis là. De l'analyse, ou là, de l'orchestration, ou là, de la musique, ou là, de la peinture, ou là, de la stratégie. Qui est-ce que tu as une personne qui a une équation à résoudre? Tu as une équation là. نعرف تيتحل لك الاخر كتشق كيتغرم فيك تيقول لك انت معلم فتحتيني. هذاك راه هو الحب. انا كيكونوا لي سيستيم دو ديفونس كي سوا كونسيون او انكونسيون، تيكون واحد لي سيستيم دو ريزيستانس. وكتجي انت تخبر كاين واحد النوع من القراده في الوحيدين في العالم مدغشقر سميتهم لي ليموريان، كيعيش في الشجر المشوك. كل شوكه دب الخنجر كينقز من الشجره للشجره ويشدك في الشجره معمر الشوك حتى الصباح ما عنده ما كيلقي الشوك. سلسل وقت يدير. نوصلوا باقي المكالمات معنا. سي الحسين من سمار. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سي الحسين. الله يبارك فيك سيدي. لاباس عليكم؟ لاباس استاذ. بغيت على واحد الموضوع شويه محرج. تفضل. لا تحملني شي شويه وصافي. مرحبا سيدي تفضل. سميتو ذاك الزواج بين الماتريس ميستريس، يعني واش غادي يكون ناجح ولا الانسان غير يصرف؟ ما فهمتش. الماتريس ميستريس يعني الراجل غيتزوج بائعة الهوى؟ لا ما فهمتش. دوغ فيتيش. ها؟ ما فهمتش ولدي. ما فهمتش. ممكن عشيقة ديالو؟ لا لا ماشي. لا إذا كان ممكن سد بالهاتف ديالك. أنا هو مزوج بروفيسور مزوج ومطلق ودابا بغي يتزوج بالعشيقة ديالو، يعني كانت يعرفها بلا زواج من قبل. هذا الشيء اللي كتقول سي الحسين؟ لا 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 هو تيقول. هذا الشيء اللي شرحتي لهم في الستوندار. هو تيقول لا. أنا غنرجعك للستوندار وشرح لهم الموضوع. يلا وقول لهم بالدارجه بالامر اللي بغيتي وهما غادي يحولوا لينا غادي حيت نجاوبك. لا ما تخافش، هي العشيقه هي كتكون الصاحبه ديال شي واحد ديال ما تخس. تحياتنا لك السي الحسين، خليك معنا. وناخذوا سناء من مراكش. الو. وي الو. الو السلام عليكم سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره لاله سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. منين قبلت لي الخط انا فرحانه بزاف للتواصل معكم. الدكتور الدريدي مرحبا. مرحبا بك. ذكرني اختي بالاسم ديالك الله يخليك. سناء. سناء. سناء من مراكش. بارك الله فيك. راه الام ديالي في الاستماع دابا. مرحبا بها. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل لاله سناء. دونك دكتور انا سيده تزوجت عندي 18 سنه. وعندي جوج وليدات مع بابات الوليدات دابا 15 سنه و10 سنين.
بحكم العمل ديال مونيكس ماري كنا كنتحولوا من بلاصه لبلاصه من مدينه لمدينه. السبب ديال الفرق ديالنا هو انني كم انايا نمسا كنقلب ما كنخليش الامور غاده مزيانه كنقلب لورا حتى فينالمون تحت قبلت الخيانه. السبب اللي خلاني ما نصبرش والمهم درنا لا بروسيدور ديال الطلاق وتفارقنا ما كاين مشكل. دابا صافي 5 سنوات باش حنا مفارقين. كنت غنعاود نتزوج ولكن هو ما بغاش بحكم القانون بان لوغولارياج ديال لافان زعما الزواج ديال المراه المره الثانيه كيخليها انها تسامح في الحضانه، الشيء اللي ما كيخلي حتى شي مراه تعاود تبني السعاده ديالها على انها تخلى على وليداتها. قلت ما كاين مشكل، واقيلا السيد باقي عينيه كما تنقولوا باقي عينيه فيا. فتحت له هذاك الباب، استقبلته في البيت ديالي، جلست انا وياه مع الوليدات وكل شيء، مي لقيت بانه عجبته الحياه بحال هكاك، يعني باغي اون غولاسيون سان زونكاجمون، شيء اللي ما راقش لا ليا انا لا لولدي. دونك دابا لو بروبليم استاذ هو انه ما بقاش معايا مزيان، ما بقاش مع ولادو نون بلو، دونك هو إلي طون تران داتاكي سي زونفون. هذا هو السي أستاذ اللي بغيت نتشاور معاك فيه. بحالاش عطيني شي مثال كومون إلي زاتاك؟ إلي زاتاك لي زونفون باغ إكزومبل، أولا النفقة صافي 6 موا باش قطعها على الدراري، ما بقاش كيشوفهم، ما كيشوفوش دايوغ هما ما باقينش باغيين يسافروا معاه ولا يشوفوه. هو كيقول بانني انا السبب كنحرش عليه الدراري وبيني وبين الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه دار هو انه مشى للمدرسه وخرج الوليد من لوكو وطلقوه في وسط ليكول. علاش؟ طلقوه علاش؟ حيت هو مسخوط وهو الوليد ما نعرف اش وما نعرف اش. انايا هذا ديال 15 عام ولا 10 سنين؟ لا 15 سنه. يا ربي السلام. وي. دونك انا تدخلت شي حد في الاسره ديالي باش يهضر معاه وهذا، هو قال لك لا الولاد من ساخط الوالدين والولاد هذا وعلاش ما تيجوش عنده. علاش تنقول له شوف جلس مع وليداتك وتفهم معاهم وشرح ليهم وفهمهم باش يعرفوا. دايوغ في هاد الوقيته ديال الطلاق ديالنا دكتور اشنو كان كيدير؟ كان كيشد الوليدات وكيعمرهم، امكم دايره، جداكم فعله، امكم شرات لكم قفز، امكم شريت اون بتيت فواتور هذيك قشقاله هذيك شرشيخه. اشنو وقع للدراري؟ هذاك لي ستوري كلو باسي رجعوه ورجعوه كونتر لو بير. دابا في ان سيغتان اج اللي كانوا صغار ما كانوش قادرين ي بوفي با سي مانيفيستي. بون فاش الوليد وصل لادوليسونس وقع هذا المشكل. دابا انا دكتور حايره، انا كنتصل بك الله يجازيك بخير، بغيتك تنصحني عافاك واش انا نتصل به. دايوغ انا اتصلت به مرارا وتكرارا ما لقيت حتى شي نتيجه. انا دابا تنقول ليه إذا كان كيسمعني الله يجازيك بخير، راه الوليد إذا أون بلان أدوليسونس، راه سي لا بيريود ديال الامتحانات، الله يجازيك بخير شوف مصلحة وليداتك، الله يعطيك صحيحتك إلا ما تفاهم مع ولادك، الله يعطيك ستر إلا ما حط الأمور قدام عينيك وعرف بأن هذا الشيء ما غاديش بيك وبينا كاملين شي حاجة مزيانة. حنايا دابا لمصلحة الوليدات فقط. وشكرا دكتور. نتمنى الخير إن شاء الله. دابا لالة سناء انت تزوجتي في عمرك 18 سنه، الراجل تسجلات عنده ماشي غير مرته، تسجلات عنده ديالو بحال شي ارض ديالو. بعد ما دازت هاد 15 عام وقع اللي وقع، هي دازت من ديالو لا ديالو، شتي دازت من الابيض للكحل، بداتش الكري، بقات هزات. شتي ملي كتكون واحد العلاقة هكام معلكة، راه مسؤولين عليها الجوج. عقلتي واحد النهار عيطت واحد المستمعة وكتقول لك أنايا كنخلي نفسي الزوجي اللي غنطيعو اللي غنخدمو اللي غنحبو هو راه كيمثل الرضا ديال الله هو، وانا كنرجف. هي كتوصف هادشي وانا كنرجف. تخيل دابا شي راجل كيسمع هاد الشابه كتهضر ويمشي يخطبها.
غيعيشوا جهنم جوج. فهم شنو معنيتها؟ معنيتها والله ما تعجن تتعارك، ميمكنش تعجن وما تعاركش، ولقيت اللي كتعرق كتولي حامض، ولقيت اللي كتولي حامض كتولي معصب وغات عاير. والله واخا تكون كما كنتي غات بنادم ربي خلقنا، فواحد كيقول لينا غيعجن وما غيعرقش وما غيحماضش وما غيتعصبش، اذا هذا من سورة الملائكه واقيلا، حيت حنا بنادم كناكلو كنعرقو كنتعصبو كنغلطو كنطلعو كنهبطو، وعلاش هو قال الصراط المستقيم؟ راه الصراط ديال الله اللي مستقيم، ومن غير الصراط ديال الله راه كلشي عوجاج. ولقيتيه بعدا باش تلقاه مستقيم لقيتيه، فين هو وريه لينا؟ كلشي عوجاج، ما كاينش شي حاجه على وجه الارض اللي ما فيهاش المعارج. علاش كيسميها المعارج؟ لان كتعرج. اش كتعني كتعرج؟ يعني كتطلع وكتهبط، هذا سمي بالمعراج. لان مثلا كان تيوصف لينا تيقول كنت كنطلع وكنهبط. الصراط المستقيم راه مفهوم، مفهوم غيولي حقيقه، ولكن ماشي جيومتري ماشي هندسه. وريه ليها هو كاين شي طريق مستقيم مقاده مقاده، فين هو؟ في الماتيماتيك في الرياضيات كنعرفوا دو لين باغاليل سو جوان لانفيني، فين يلا يلا. فدابا مزوجه ملي عندها 18 عام، الله اعلم في 18 عام وقيلا كانت كتعبدو، 19 عام كانت كتسجد ليه، في 20 عام راه وقيلا كانت دايره حداه كعبه، في 20 عام راه وقيلا كانت كتزورو، في 21 عام راه وقيلا كان كيفتي ليها كان هو المفتي ديالها، في 22 عام السيد هو يتحب راسو ولا ما عرف شنو بدا كيتصرف وهي تنوض اسي وهكذا. ودابا ربيتي فيا الادمان عليك تتسطيت، وفي الاخر تقولي لي مالك مدمن عليا ودير اللي بغيتي. لاحظتي كيفاش مشتركين بجوج؟ علاش الله سبحانه وتعالى تيقول ان ضلنا ان يقيم حد الله؟ انا اللي كيهمني دائما نقلب على لابار ديال الاخر اللي ما بيناش. شي هنا فيك الفيدان واحد في الاستشاره، راه ساهل نقول ليه واه الاخر خصو يدير كذا وكذا، هذيك راه ساهله. ودابا بغينا لالا سناء تشوف هي الطرف ديالها فين غلطات. ها هو شنا راجلها فين غلطي؟ ها وزنا ها وزنا يلا باينة فين غلطتي لالا سناء. غلطات من اللي يسرات انه يبان هو ويثيق هو انه مولاها وربها وسيدها. ربما بحكم ان تزوجت صغيره وما كانش عندها وديك الساعه فين يمها؟ وديك الساعه فين ابوها؟ وديك الساعه فين اختها؟ وديك الساعه فين اخوها؟ ابنتي اولي ابنتي راه الراجل ما كيتعبدش ابنتي الله يرضي عليك ابنتي راه واحد النهار غتندمي ابنتي ارضي ارجعي لله. راه المعاشره والمحبه راه حاجه، وانا كتعبد سيدنا عمر تيقول لك متى استعبدتم الناس وولدتهم امهاتهم احرارا. ملي قال استعبدتهم راه قال تاع الاخر اللي كيقبل انه يكون عبد عند الاخر. راه السيد اللي غادي يجعل الاخر عبد راه غلط، والعبد اللي يجعلوا الاخر يكون عبد ليه ما خصوش يقبل، ما قدرش يغير بيدو يغير بلسانه، ما قدرش يغير بلسانه يغير بقلبه، وذلك اضعف الايمان. بروفيسور هادشي مثلا قبل يعني ملي كانت منطفر عام هي غادا يعني في هذه المرحله ديال الزواج، وفي الوقيتة مثلا اللي هو هي فتحت مثلا الباب على انه مثلا ممكن تكون فرصه انهم يرجعوا. خاف منها. علاش هو قال لها نرجع معك بلا كارت؟ تخلع منها، قال لها اللي ركلات مره تركل جوج تخلع. ديك الساعه قلبات عاوتاني الايه بعد ما كان هو السيد وكذا بغات هي تولي السيده. داروا ستركتور بيبولير، يعني ولا كانت شي امور غتمشى في الكوبل غتمشى بالقواعد ديالي. وانت واحد عودتيه واحد 16 عام يتصرف معاك ماتر ابسولو، ومن بعد بغيتي يولي معاك كومونيست يولي ماركسيست نديروا الكل خوز، ها انت غتحفل الحال العام في الحال العام الجاي وانت كنتي خدام عنده خماس، واحد لقيتها غتجي دير خماس تقول شرك معاك تيقبلها كيغير العقل تفلس وقاش دير الفلوس والخماس ولا دير الفلوس. هذه هي البورجوا جونتيام ديال موليير اللي بغا يفهم هذه القضيه الخماس ومول الارض. سيروا قراو لو بورجوا جونتيام، سيروا قراو
كيفاش اللي عنده الفلوس ما عندوش العرف واللي عنده العرف ما عندوش فلوس وكيفاش كتحرحر. فهنا ما باغيش انا نحسس ليها بالذنب، ماشي غرضي. هنا خص تعرف اخر، خص تعرف خر. دابا كاين الاطفال العرف الاخر عندها هنا جوج ديال لي فوا، عندها جوج ديال المسالك. يا المسلك القانوني المحض وتمشيو ناخذ واحد المحامي ولا جوج محامون وكنمشيو للقضاء وتنديروا ترسانه قانونيه وكنديروا وهنا يعني غتعلن حرب اوفرت. المسلك الثاني استدراج ومانيبيلاسيون. شتي ما حدو كيدير هكا مازال باغيه، واه باقي باغيه، ولا حتى هي باغيه. انا باغي هي نافره هو نافر، المره هما تيموتوا في بعضياتهم. اذا خص واحد الدري جاي كي تيقول المغرب يطيح كواري نازل شويه، خص رايت عليه وتقول ليه واه فلان واه صحيبي او خص شي عدو تعنقو. ما تبقاش تقول ليه انا باغي نعنقك ولكن اعطيني ضمانات انا لا نقصك ما غت وانت سيري عنقي، سيري شدي السيد في الدار وعنقي واحد التعنيق وبكي وبجوج قول لي انت غلطتي وانا غلطت ودخل بينا الشيطان سبب الشيطان، ربي دار الشيطان سبب اللي بغينا الحمد لله جا من ربي الشيطان في ما حصلنا عاوني يما. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل موسيقي ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما لبرنامج بكل وضوح، حما ذلك استقبلوا مكالماتكم الهاتفيه وتعرفوا على كل تساؤلاتكم. معنا مكالمه من الدار البيضاء، معنا السي مصطفى. الو الو الو، السلام عليكم. في الخير مرحبا سي مصطفى. في الخير سي مامون. مرحبا سيدي. تعيط لك الاسبوع اللي فات. اييه باش نشكرك على هذا البرنامج. لا شكرا على واجب خويا. وعجبتو كثيرا. مرحبا بك. كانت تقطعت المكالمة ما عرفتش علاش. وخويا بعض النوبات كيكون لي زانترفيرونس ولا شي حاجة هكا. حتى الحسين من السمراني تركنا كنتسناو التساؤل ديالو كي للأسف انقطع قبل ما يكمل معنا. مرحبا سي مصطفى تفضل. قلتي واحد الخطرة واحد شي كلام كأنك كنتي حاضر معايا في الجيل ديالي. لا إله إلا الله. وحق الله العظيم عرفتي راه رفعتيني واحد الرفعه ما تصورش. لا اله الا الله. تصور انني انا كيفاش تعلمت دابا العمليات الحسابيه ملي كنا صغار في الابتدائي. كاين الطرح والطرح ونقولوا بالعربيه الطرح والجمع والضرب. هادو كنا كنتغلبوا عليهم وديك القسمه كانت تجيني واعره. وراها ليا واحد علمها ليا اقل مني مستوى. الدفتر في الحيط، الدفتر في الحيط في الزنقه. الدفتر وراني كيفاش وصل وكيفاش هو تعلم لا ديفيزيون وليت تنطير هذيك الساعه في لا ديفيزيون. ولكن هو كلا لي العصا انا جاتني فابور. الله الله، هذا 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 صحيبك ديال بصح. لقينا استاذ لقينا في الشهاده. وبشهاده انه وليت تنطير في ذوك المسائل والمشكلات كنديروا 1300 بروبليم. والله الا كنخرجهم كنمشي ندير راسي على لوح الزبل انا كنجيب راسي كيمشي لذاك الزبل وكيهز الورقه وكينقل. عندك هادي هاد القضيه قلتيها يا اخي عرفتي. واخا انت ماشي من الجيل ديالي، انت صغر مني باقي جون مع راسك. انا راه عندي 65 عام تبارك الله، كتبات عليك. خمسه الاولاد تبارك الله وعندي سته الحفايد تبارك الله. كاين شي في الولايات المتحده تبارك الله الجنسيه ديالها وفرنسا تبارك الله. واللي عندي جوج هما اللي في الرباط، وحده اكسبير كونطابل وحده ميدسان اونكولوج تبارك الله. ايوا كانوا كيداروا لي كروند زيكول. ولكن واحد القضيه مهمه راه دازوا في الدوره، غير دازت واحد المرحله فلتوا. هما كون كانوا دابا ما نظنش انه غادي باقي الخير. باقي الخير باقي الخير. لا ما نعرف والله انا فلتوا. على كل حال نقول لك واحد المثال اخر. تصاحبت مع واحد كنا كنمشيو للميطاج انا ولد السلطان، واخا كنسكن انا دابا حدا ميد راديو راه كنسكن حداكم راه جاركم. مرحبا بك. قلت لك وكان كنمشيو للميطاج علمني النحو والصرف والاعراب وليت تنسكت المعلم. تحضر كاع الذكريات ديالو في الدراسه. والله وعجيب يا اخي والله العظيم الى توت لي ديسيبلين تبارك الله عليك. هما شاطو فيرساي دو لين باراليل نو سو رونكونتر جامي. وقال لك لو بوان با دو ديمونسيون اي بورتون ملي كتحطها راه كتشوف فيها عندها اون ديمونسيون. هذه هي الاشكاليه. في الاستروفيزيك ما عندهاش، في الجيومتري عندها. في لا كونسيبسيون ما خصهاش تكون.
على كل حال بلا ما نطول عليك وكنشكرك بزاف. لا شكرا على وجهك. شكرا لك السي مصطفى. كان عرفتي داكشي رائع زعما. بارك الله فيك مرحبا بك العزيز. وراك ديما كنتصنت وكنستافد كنستافد كنستافد. مرحبا بك العزيز. كنشكرك بزاف وشكرا لك. ثناء متابعه معاك والله. مرحبا سيدي. مرحبا بالشريف مرحبا. تحياتنا لك السي مصطفى شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. مشكور جدا. نواصلوا باقي المكالمات معنا كلثوم. الو كلثوم من الرباط. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور لاباس. مرحبا لله. داير لاباس عليك. لاباس الله يبارك فيك. كنشكرك على هذا البرنامج. لا شكرا على وجهي مرحبا. بغيتك دكتور تعاوني الا كان ممكن. ان شاء الله. شحال في عمرك؟ عندي 23. المستوى الدراسي؟ 9. ما كملتيش قرايتك؟ لا ما كملتش قرايه. فاش نقدر نساعدك بنتي؟ انا من وزان وحاليا انا كنخدم في الديور. بغيتك تعاوني الله يرحمني في الوالدين. فاش نقدر نعاونك بنتي؟ نعم. فاش نقدر نعاونك؟ ما كرهتش الخدمه ما كرهتش. عندي مشكل مع العائله ومشكل في الخدمه. بحالاش مشكل مع العائله؟ شنو المشكل عندك بنتي؟ الو 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 كلثوم. للأسف انقطع الخط. ناخدو هدى من الدار البيضاء. انقطع الخط كذلك. مرحبا باتصالاتكم الهاتفية دائما على 0522-46-72-50-51. بروفيسور كاين واحد التساؤل ديال سمية من الدار البيضاء كتسولك على كيفاش نقصو ونعرفو ما بين الغيرة الزوجية وما بين الغيرة المرضية. الغيرة الزوجية هي غيرة طبيعية كيجيبها الانسان. هي نفس الغيره اللي عنده مع خوتو عنده مع صحابو عنده في الدار كيكون عندها سبب تيزول السبب كتزول. هذه الطبيعيه كيكون عندها سبب تيزول السبب ديالها كتزول هي. المرضيه ما عندهاش سبب تبقى بالصمت وكتزولش وكتبقى غاده وكتزاد كتفيض غاده وكتكبر حتى كتغلب عليه ولا كتهيج عليه. يعني كتولي غيره من بعدها شاك كيولي موسوس كيولي راجلها دخل دوش عرقان راه داير الجنابه وتقدر تبقى تقلب ليه في حوايجه في السوفيتمون ديالو تشم ليه قميجته علاش كيطفي التليفون علاش كيدير كود مادام داير كود كيطفي عنده شي حاجه كتولي مسكينه كتربص تولي تسنط وتتولي في خاطرها مزيره قادره تاكل هو تيضحك وهي كتقول كيضحك حيت راه كان مع صاحبته ماشي كيضحك معايا راه هي اللي دوز معاها دائما باغ تريونغولاسيون دائما شي حاجه جايه من اكس دائما معاها مسكينه واحد لافاريبل اكس هذيك لانكوني مجهول طبيعيه لا طبيعيه مثلا مشيت عندكم الدار جلستوا معانا عطيتونا كاس اتاي بقينا كتذكروا معانا شوفوا شي ضياف وخليتونا حنا جالسين في واحد الصاله ومشيتو جلستو معاهم وحنا كنشربو اتاي وكانوا بحال وقت واحد فيكم معانا وهاد لقيتها غادي تجيني الغيره غادي واخا صافي اختي سناء ملي انت مشيتي دابا صافي غنمشي شوي غتعتذر غتقول لها لا عافاك استاذ الله يخليك وغتقول لها مولا الدار الله يسامحينا هادو حبايبنا صافي غيمشيو شتي انت اعتذرتي ها هي مشات المرضيه واخا تعتذري تبقى شاده الواحد ولا غدا تعتذري وما تحيدش ولا غدا تعتذري ما كيحيد مولاتها كيدير كريز حتى كيدير واحد الغضبه ويهرسوا المواعن ويتسابوا ويتعايروا ويضربوا عاد كتهبط واحد شوي وتعاود ديماري عاوتاني بشي سبب كتكون جالسه هي في القهوه ودابا راه مصالحوا وشويه دازت شي سياره هو عاجبها هذيك الطوموبيل باغي يشريها وما منتابهش راه صايقه واحد شابه جميله باقا صغيره هو عجبته هذيك السياره بقى متبع السياره صافي تنوض قلب الطبله وتحيح ودير يعني سهل انه الواحد يفرق ما بين الغيره الزوجيه والغيره المرضيه. معنا لمياء من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صافا لاله سناء لاباس عليك. الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا. بروفيسور الدريبي سي فوزاري بيان. مرحبا لاله لمياء بارك الله فيك. جو سوي غافي يا سيدي فو فيت لا فيغتي دو تو لي ماروكان. بارك الله فيك اختي. فوزيت ليكزومبل دو ليدر فريمون زعما كي مونكي دون نوتر سوسيتي. لا اله الا الله. انا جو تيان فو رميرسي فريمون والله الا كنت نشوف زعما لي زوطخ بيي تنقول سعداتهم جو سي با جو دو ان اكزومبل بحال طريق سويدان في الكويت ولا طريق رمضان ولا والحمد لله عندنا كلكان الله يبارك فيك
والله فرانشمون دكتور زعما كي يساي دو زعما بغيت وفيت دو فوتر ميو باش ترقي العقل ديال الناس وديال زعما شتي لالا شتي لالا مياء انا واحد الانسان مؤسساتي نعم دريبي ما هو غير واحد لاعب في واحد المنتخب هذا المنتخب سميتو ميد راديو والله بوحدي ما نقد ماركي حتى بيت واخد كل برا خاوية ولكن جاب لي ربي واحد المؤسسة المؤسسة مغربية وكتحب الكفاءات المغربية من المدير ديالها والمؤسسي ديالها مليح من الشرعي الله يحفظه لوليداته والمغرب السيدة لالا فاطمة الزهراء جديري المديرة اللي ما نقول لكم ندعيو مع هاد السيدة هادي اللي احنا ولينا نخافوا عليها فصحيح حتى ما تتنعش مقابلة من هاد الصحفيين والمخرجين والتقنيين تخيل نهار كان طاح الثلج وكان لونطين ديال ميد راديو في النواحي ديال مراكش تغطاه الثلج كيعاود لي مسكين التقني ها انت ولدي حنا كنشكروك لان مساكن تيقول لي حنا عمي جرود الخفاء نقول له والله ولدي انتوما مشى مسكين طلع بسلوم وتحيي الثلج بيدو باش لونطين يخدم للناس فهاد المؤسسه كلها راه بالفضل ديالها باش 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 حنا كنذكروا مبادئنا واحد مرحبا اختي لميا مرحبا الله يخليكم الله يخليكم يا ربي امين شكرا لك لميا Donc, professeur Lamia, j'ai 36 ans de Casablanca, j'ai une fille de 5 ans et demi et un garçon de 2 ans et demi. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur le cas d'Elbunti, qui a 5 ans et demi. Elle fait du mutisme sélectif. Ce qu'elle dit ? Donc, le mutisme sélectif, yani, en dehors de moi, son papa ou sa tante maternelle et ma mère à moi, yani, sa grand-mère, elle ne parle à personne d'autre. Et donc, elle s'est bidée من l'âge de 3 ans. Ça a coïncidé à la naissance de son petit frère. Avant, on n'a pas prêté attention à ça. C'est la rentrée scolaire, c'est la petite section, c'était sa deuxième année. La maîtresse, elle m'a dit la remarque. Je lui ai dit, quand je lui pose une question, à la réponse, elle répond autrement. Soit une photo, لميا 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 الله يخليك الا سمحتي خليك معنا غادي نتوقفوا للحظات معنا وين اخبار نهايه اليوم رفقه طارق بشلام لقانا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح مازال معنا لميا تفضلي لميا وي نعم لالا تفضلي لك بروفيسور دونك لا بروميير اني جي باغي اجي خليتها العام اللي فات يعني ملي دارت 4 اون ديمي طلعت لا موين سيكسيون جي كونسلتي ان بيدوبسيكياتر هذا سيتاتني عنده سميتو البيدياتر ديالها مشيت عنده دونك او بو دون ديزان دو سيونس ا بوبخي قال لي فوالا راه ال ديبريم ال ديبريم علاش؟ قال لي ما عرفتش باسكو هي ما تتهضرش معاها تنخليهم لا بخوميييغ فوا بقيت معاها مي من بعد ولا كيبقى معاها بوحدو في البيرو كيبقى يهضر معاها بيان سور تا هو ما تتجاوبوش غير تتجاوب اي لونس لا تيت ولا ما تتهضرش قال لي راه ال ديبريم قال لي زعما كي ايل افي 6 ans كتقدر نعطيها دي ميديكامون دابا جو نسو ريان فيغ وما انا جو سوي ريستي ان بو سيبتيك ا سيت ايدي لا المهم من بعد انا با دوني دو ريزولتا جي ليسي تومبي D'accord. Qu'est-ce que ça fait? Je vais pas me prendre la tête. Je vais lâcher prise. Donc, c'est le temps. Donc, le même problème. Aoutani, qu'est-ce que j'ai obtenu l'école? La maîtresse, elle se plaint. Qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Elle participe pas. Mais cette journée, je suis Aoutani, j'ai consulté une psychologue. Une psychologue. Monsieur Tanda, Monsieur Tanakbel, j'ai préparé le terrain et tout. Monsieur Monsieur Dissamaya. La 30 minutes, c'est ça. Parce que je dois m'amener cette journée. Parce que je suis déjà habitué type واحد البلوزون ديالها وداكشي قالت لي بنتك ان اوكان بروبليم elle cherche le contact elle ne suit pas elle soutient le regard قالت لي ما عندها حتى شي مشكل كتضحك كتبقى كتلعب وكتضحك وداكشي ولكن ما تتجاوبهاش قالت لي ما عندها حتى شي مشكل خليها يقول لها سي ترانكيل قالت لي elle fait ça pour attirer l'attention قالت لي elle se cache pour attirer l'attention المهم effectivement ملي صافي خليناها بقيت نهضر انا والميدسان بدات elle a commencé à répéter tout ce que le médecin disait اي كلمه تقولها تتعاودها الفيزي لو بيروكي صافي دي ليسي تومبي من جينا للدار كنقول لها انا جيتي سولاجي سانسيرمون قلت نقول لها كاي دابا تشا لو كي غران تشا سونجي تشي با بارلي تشي با فير سوسي داك تنديها ندير اون اكتيفيتي تاع ديال لا دونس ما تدير والو في لا دونس كان العام اللي فات ما تدير والو وتا هاد العام لا غوسيتي دو فير لي موفمون ال بوجي با ال ريبوندي با وداكشي كي دابا صافي تشي غران دي تو جي ان بو بوستي منين مشات ليكول بدات كتهز la main, des fois, elle prend la parole, elle passe au tableau, elle se porte volontaire, hein, bouhda. On s'est ramené, on s'est dit, donc, bien, alhamdoulilah. Ou même, la danse, j'ai constaté une amélioration, parce que c'est que elle participe, elle fait des mouvements et tout. Aoutani, d'abord, j'ai eu la réunion,
ديال لو دوزيام تريمستر مع لا ميتريس هي ما في لا ميم رمارك ديال ديالها عاوتاني الى ريغريسي عاوتاني اللي كتسكت ما تتهضرش مشيت عاوتاني هاد لابريميدي تاع ديال لا دونس عاوتاني تاعي قالت لي لا ميم رمارك دونك فريمون جو سوي ا فو Je vous cache pas, zéma, et le problème c'est que ça me rajoute un sidras, c'est un goul. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Sharifa. أقل على هذه الآية اللي نقرأ لك. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق عند العرب هو المتصل الجمع بعضه ببعض. واحد الحاجة مجموعة مخلطة متلاصقة. أقل على هذه. ثانيا بغيتك إلى عندك الإمكانية تحصل على لنف لكنز تنفور دو برازولتون لكنز تنفور دو برازولتون أفن سيزان لكنز تنفور أفن سيزان دو برازولتون وغتمشي لستاد نميرو 13 في لو ليفر ديالو هذا سي لان دي بلو غران اكسبير حاليا في العالم au niveau de la mesure des structures chez les bébés au niveau du stade prénatal. Le seul qui a établi un test, c'est le NBAS, l'Ikhdemin Bihalien, les États-Unis et la Suisse. Qui golfe le stade numéro 13 d'Yalo, l'enfant, à partir de 4 ans, va vivre le processus d'identification. Donc, on a dit que le climat, elle cherchait à s'identifier un modèle féminin. D'accord. Nous sommes en plein stade oedipien. Je ne vois le stade oedipien, c'est que le modèle, c'est une petite fille, femme en devenir. L'élément commun, c'est la féminité. L'élément qui vous différencie, c'est la sexualité. Ou l'âge. Donc, comme un élément commun, il y a la féminité. Il n'a pas encore accédé à la sexualité. Vous êtes dedans. Il y a la maturité. Mais la féminité, elle vous fait égal à égal. Donc, l'enfant s'identifie la femme maman qu'il va considérer son égal dans la féminité de l'enfant. Au moment où il crée l'identification, qui est l'algorithme de l'éclicum, khalqullah wa anshanahu, thumma anshanahu khalqan akhar. Le process d'identification qui a créé l'enfant B un moule qui a dit qu'il n'y a pas de le moule c'est juste une phase transitoire ce n'est pas une phase définitive il y a la puberté jusqu'à 25 ans il n'y a pas de définitif le dipien c'est transitoire est-ce qu'on se met la résolution du stade oedipien, ce qu'on se met la résolution du stade oedipien, c'est que l'enfant, au moment où il va agresser les natiques ça chez Brazolton, le stade numéro 15, le stade numéro 14, pardon, 13 ou l'identification, 14 ou l'agressivité. Tu veux que l'enfant devient agressif. Si tu veux qu'il est agressif, il culpabilise. Mais c'est ma maman, ça. Mais c'est ma maman. Je fais... غادي يبقى يضاد مع امو الحبيبه شنو خص دير لا مامو الحبيبه خاصها تدخل ولدها في لا ديتيستاسيون فرق ما بين لا كوليغ ما بين لا ان ما بين لا ريفولت ما بين لا ديتيستاسيون بزاف ديال الوليدات كيقول ماما ماما جو تو ديتيست بابا جو تو ديتيست لورفلان ما عمرو ما تيقول جو تو ديتيست حيث ما عمرو تيقول جو تو ديتيست كيكون دائما فراجيل ولدنا ولدكم خاصو يقول لك جو تو ديتيست ياك تي مي ديتيست يبقى ديتيست مو يالو سي با فيني موند جو تو ديتيست وبالعكس كنهيج هادي راه هي علاش قريت لها الايه علاش انا قريت لها الايه القرانيه علاش لانه الله مدزتي فتقناهما لا خرجتها من رفقا دابا هنا راه حيت العرس ناقص ولات الام في لا كولبابيليتي يا حي الدريه داخله في كولبابيليتي ما خرجتش لا كريتيفيتي
الام دخلت لا كولبابيليتي مشاو فيها بجوج. بالعكس خصك تبروفوكي بنت تا كنديرو لو ليان تا كنديرو لو ليان ملي كنديرو الروابط ما بين الام ونغلغلو باش ملي دير ديتيستاسيون واش الغابه كتصلح ليها العافيه ولا ما كتصلحش ليها؟ العافيه راه صالحه الغابه. سولو سولو لي زكسبير كنديان كل 25 سنه كيحاربوا غابه هما من قبل كانوا كيتحاربوا معاها دابا ولا هما تيحاربوا لان كاين الشجر الكبير وكاين الشجر المبرزط. هذاك الشجر المبرزط ما كيعطي عود ما كيعطي ثمار كيجي كيلصق عند الرجلين ديال الشجر الكبير. ملي الشجر الكبير كيلوح زريعته باش تنبت الشجر الصغير كيبرزط الزريعه الشجر الكبير كيخرج تنوض فكيولي هذاك البرهوش اللي عند رجل الشجر الكبير ما كيخليش الشجر الكبير يتجدد. اشنو تدير لاله مولاتي العافيه؟ تتجي كتزند كتحرق الشجر الكبير والبرهوش. هذاك البرهوش كيولي سماد للزريعه الشجر الكبير وتتعطينا غابه قويه لان خصنا نديرو حنا التنقيه ديال الزريعه. واش دابا انت عندك شجره فيها 50 متر وشجره فيها 5 متر غتمشي تاخذ الزريعه ديال 5 متر تكثر منها تولي داير شجر بيغمي لما تبيع العود ديالو تبيعو الكوردا تبيعو الشركات اللي كيديروا شنيخه. خاصك تاخذ الزريعه ديال الشجر اللي فيها 50 متر تصنع بها العمارات ودير بها البطوات ودير بها العجب. وهو الغابه ذكيه عارفه العافيه صالحه ليها. شنو تيدير اش كدير الشجره الكبيره؟ كتعلي الزريعه ديالها الفوق فعرش فوقاني كاع باش الوقيته اللي كتجي العافيه. تخيل لي كنديان صوروها صوره الفيلم انت كنعاود لكم تفرجوا فيه تيقول لك شوفوا الشجره الصغيره مع الشجره الكبيره. الشجره الصغيره تحرقات وزريعتها دغيا اما الكبيره تحرق الجذع ديالها زريعتها باقا الفوق محميه. اش كيطرى؟ كيوصل لها يلاه السخونيه لان مطاكي عليها امها هذيك الشجره الكبيره مطاكي عليها لقيتها كيوصل لها السخونيه كطردق كتلوح الزريعه 15 20 متر كتلوح عاد كتحرق الشجره وكطيح سماد الزريعه. اذا حتى انتظرات هي باش تحرقات البرهوشه تحدرج ليها وحيدات هذه راه هي لا ديتيستاسيون. يعني راه واحد الميكانيزم ذكي اللي كنعرف هذا واش هل يستوي الذين يعلمون ولا دابا هي ما قريتش بلازولتون فخصها تمشي تقرا بلازولتون وتقرا الاستاذ اوديبي عند لونفون وتقرا البروسيس ديدونتيفيكاسيون وتقرا اللي كيتبعوا نيفو لاغريسيفيتي. ومن بعد ملي تشوف بنتها ما دازتش لاغريسي حيت راه الا مشات ولدك دخل لاغريسيفيتي دون مانيير ابسولو خصك تبرد. مشى دخل لك لامبلوزيون تفص خصك تطلع خاصني نجي عليه يوصل ليكسبلوزيون اين اكسبلوزيون كونترولي باش نجعلها متفجر في المحرك. لان لا مشيتي ما درتيش ليكسبلوزيون كونترولي بقى كيطردق كتولي لاغريسيفيتي مالاديف كيولي ديما غادي مفريط. الا مشيتي ما درتيهاش كيولي عنده شخصيه طافصه يقدر يباغتك في المراهقه يولي غيفولت راه تيدوي عليها بغازولتون تيقول لك اللي تشوفه باسيف. دابا بنتها وصلت بين البينين بدات كدير لاغريسيفيتي بدات كديرها وبدات كدير ايدونتيفيكاسيون ما كملاتش ني البروسيس ديدونتيفيكاسيون ما كملاتوش وما بداتش لاغريسيفيتي باش نستهلكو نحيدوه. هنا خص الام تلعبها بعدا تتغلغل وملي كتغلغل كنبدا نجي عارف بنتي كندير لا ديتيستاسيون كنبقى نقلب عليها خرجها لان هنا ما خص الراجل يديرها لان راه ما هياش كدير ايدونتيفيكاسيون مع باها اللي هو ذكر راه كديرها مع ما هذا دور الام. وتيبدا هو ديك الساعه اش كيدير كيريكوبيري لو ليان كيدير الفيلي وحبيبه وبوكاش تدي تسلم ما بغيتش تعيط بابا شو با لافوار شو با لافوار غير ما شونت الميم با وديك الساعه سي بينيفيك وكنعرفوا الطفل ديك الساعه يسو بخون دون لو جو كيعيش فيها على اساس بصح ولي باغون عارفين بان سي كوميدي لاعبين كنبقاو شوي انا ما خصكش تولي تقول ليه انا كنت كنقول الوالدين يعني كياخذوها بمحمل الجد خصك تبقى غادي معاه غادي معاه غادي معاه ومع هو كاين لو ليان. وفي الليل كتجي لا مامون وتغطي بنيتها وتحط ليها داك العصير اللي كتبغي وتحط ليها كذا وتكتب لها امتيمو تا مامون شيري كيتام عندك تحاب هذوك لي جيست هذوك راه غير بور مانتونيغ لو ليان. لا ديتيستاسيون قد ما لو تومبيرامون مجهد قد ما لا بيرسوناليتي مجهده قد ما كتكون لانتونسيتي ديالها عاليه هي راه الي او بروغاتا دي دو كومبوزونت ديال لو تومبيرامون و لا بيرسوناليتي. دونك ملي كتجي وتلقى لا مامون شخصيه وتلقى الاب شخصيه تبغي تيخرج لك تيخرج لك شخصيه عامره. اذا ملي غيدخل لك هو في ديتيستاسيون شنو تنديروا حنا؟ هذا هو اللي الوسع il faut avoir de la bouteille comme diraient nos amis les français la bouteille والوسع كتضرب بوم كتمص كتقصح ما كتبينش كتمص هذاك الصوت سرطناها الدري كيشوفك
تي اون كيس تي اون كيس تي اون كيس واحد النهار تشغل تيفيس كتقول ليه بابا واش مع راسك راه ماما التام هذوك عيقتي ايوا كومان شتي ديك الساعة كتنقلها من ديتيستاسيون كتجيبها لا كونفيرماسيون صيغة التأكيد اون بوتيت كونفيرماسيون لهذا كيسموها لي كريتيان عندهم واحد الستاد كيسموه لو ستاد دو لوردونونسمون اما دايرين افتقرتهم ايوا تحنا عندنا افتقرتنا مستمعينا معنا فاصل اعلان قصير ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح نواصلوا باقي المكالمات بروفيسور معنا حنان من الدار البيضاء الو 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 حنان الو السلام عليكم حنان مرحبا وعليكم السلام بارك الله مرحبا لاله المهم انا فرحانه بزاف لاني كنت كنتمنى نهضر معاكم و شحال نقول لك يعني دكتور زعما ما تسمعوش مزيانه حنان واخا انا غادي نوقف حيت لا 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 وقفي لا ضروري انا انا غادي نوقف دابا دابا الله وقفي وقفي شنو قال لك اها نقول لك دكتور يعني شحال الاسئله جاوبتيني اللي كانوا غادي يشدوا ليا سنوات في حياتي شكرا دكتور شكرا للسنة بزاف على هاد المجهودات اللي كديروه حنا مقدرينهم بارك الله فيك مرحبا المهم دكتور بغيت نسولك عندي جوج اسئله عندي سؤال عندي على بنيتي الصغيره المهم انا في عمري 28 عام عندي جوج بنات وحده عندها 3 سنين ونص وحده عندها عام ونص الصغيره بغات نخدمها يعني كنرضعها ونحيد لها الزوله هي صعيبة هي شوية ما كتسكتش يعني بغيتك ترضيها وهي عندها 3 سنين دابا لا صغيرة عندها عام ونص بغات تفهمي بغات تفهمي اللي عندها عام ونص اه اللي بغا عندي عندها عام ونص باش نختمها وفاش جاتك الصعوبة واش كتعطيها البزولة ولا رضعها؟ كنعطيها البزولة دابا الصعوبة بالليل هي كون كانت شي بالنهار نقدر نكمل لها ولكن بالليل ومع خدامة كنلقى مشكل بزاف يعني كان بحال اليوم دوزت النهار في الخدمة وانا مقلوبة ما نعرفش كامل وما كانش كدير لي بحال هكا دابا علاش دارتها لي واحد النهار سافت انا وراجلي خليتها ليله وحده مع الوالده ديالي اولا بغيت نهنيك لاله شكرا وكنهنيك لان حاليا منظمه الصحه العالميه لقات بان الحد الادنى هو 8 شهور هذا هو المينيمم يعني اللي يقدر يرضع حتى 8 شهور كيضمن صحه وذكاء لقاو كاين علاقه ما بين الذكاء والرضاع دابا حاليا ها هي دراسه كاينه كتوصيات ديال منظمه الصحه العالميه كتنشرها في جميع الدول وكاينه دراسات عنده علاقه بالذكاء العاطفي لان الانتاج الايموشنال كتجيب من الرضاع لقاو هذه دابا هي عفوا وصلوا التوصيات هي 8 شهور يعني اللي رضع 4 3 شهور شهرين هذا ماشي بحال اللي وصل 8 شهور هي وصلت ل 8 شهور وزكات راه دابا عام ونص دابا هنا الطفل كياخذ من الرضاعه جوج كياخذ الحليب وتياخذ العلاقه الانصهاريه كيبغي هو يبقى يطولها اقصى مده لان هي كتبقى تم ف هنا هاد العملية أنها تفطم بنتها راه ماشي فقط غتحيد ليها بزر الحليب راه غتحيد ليها المعنى اللي هي عندها على الأم هنا عاوتاني ردوا البال الحباب الله يجزيكم بخير نرجعوا لبرازولتون علاش أنا كنحب هاد العبقري هذا برازولتون تيقول لك العلاقة ما بين الرضيع وأمه راه حتى الرضيع عنده دور فيها راه ماشي الرضيع يعني ما فاهم حتى حاجه ما عارف حتى حاجه الرضيع راه عنده حتى هو الدور في العلاقه اللي الام حتى هي عندها طرف يعني الا شفتي العلاقه متشنجه ما بين الام والرضيع بلازولتون تيقول لك حتى الرضيع عنده نصيبه وكيجاتكم هادي هذا راه هي العبقريه ديال السيد هذا تيقول لك هذاك الصغور هذاك ديال عام ونص هو راه عنده سطار حاول توصل ليها رد معايا البال مزيان ملي وصل برازولتون تيقول بان الرضيع راه عنده نصيبه في العلاقه اللي كاينه بينه وبين امه فين نصيبه الحباب في رد الفعل ماشي في الفعل ردوا البال حيت خصك تفهم العباقره الا ما قدرتيش ديكودي تحصل ماشي لونفون نو كري با une action. L'enfant réplique par une réaction.
la réaction ديال le bébé, ديال le petit être, la réaction ديالو, elle est intelligible et intelligente. ماشي مالين راه ماشي يصنعها باصرار وترصد بحال اللي كيقول القانون, راه فيها نمط ذكائي. معنيتها قد ما شتي الرضيع متشبت في العلاقه الانصهاريه ورافض انها تفطمو, بمعنى راه مازال ما دخلتش عنده صيغه اخرى للعلاقه مع امه. راه مستوعب غير هذيك العلاقه اللي كيعرف مادام مستوعب غير هذيك ما طالقلكش منها, لان هي براسها كأم مازال ما استوعبتش علاقه اخرى. ففين هي العلاقه ديال الامومه؟ يا فعيت منك, كتنقص حب ديال الام الاولى, كتنقص مليتك واحد القمني, كتنقص هذه كتنقص. شتي ملي ما كتقولهاش راه بحال هذيك الزوجه مع الراجل ملي كتبات عبدو, فتيولي كيسحب راسو بالصح راه رب, هو راه رب البيت يعني ربعه الحيوط وسقف الى كان ومرحد كبير وواد الحار كبير, فراه رب بيت فيه واد الحار. اما رب السماوات راه هذاك راه رب الجنات النعيم, راه كيصيدنا بالمعاني. اسيدي ربي راه واعر ويصيدك بالمعاني باش يوريك بلادتك ولا يوريك ذكائك. اللي عطانا احنا الصيغه ديال رب البيت راه فيه المرحاض, الجنه ما فيهاش مرحاض, ما غيكونش تعدنا الدبور كاع تاكلي ما تمشي للمرحاض ما والو. تما في غتفهم الفرق ما بين رب البيت ورب البيت اللي فيه المرحاض. اذا ملي يعطيك التسميه ديال رب البيت زيد انت من راسك بوحدك, فيه مرحاض كبير وواد حار خالز تواضع لنفسك ايها البليد. عندك تجلس فوق العرش لان لم مشيتي تسحبتي راسك راك عطاك رب البيت باش تمشي ترعرع, راه تحت منه مرحاض. فهنا الام بنفسها مازال ما عارفاش بان المحبه راه فيها تزعزيع. هاويا بنتي باش ما غتسطيني باش ما تخرجي ليا تنعسي ما غتنعش. انت شنو باغي تحماقيني ولا باغي تحمقيني؟ تنعسي. شتي عندك تحاب راه ما كيستوعبهاش, راه كيستوعبها ما كيتقبلهاش. شنو الفرق ما بين يستوعبها ما يتقبلهاش؟ يستوعبها انها تدخل بالمعنى, ما كيتقبلهاش راه عنده ارادته كيرفض بديك الطريقه ديالك. فقد ما رفض كيبين لك بان راه ورث منك طبع عكسي, تيقول لك انت فيك العكس وانت راسك قاصح وانا خديت منك هذا الطبع جبته في الجينات. الامريكان تيقول لك التومبيرامون اللي تي غيديتير. فهنا خاصنا صبر جميل والله المستعان على ذاك الطبع. باش كيتمتص؟ كيتمتص بالوقت. البنت تفطمها امها وتوجد لها رضاعه وتعنقها وتلبس شي كومبليزو اللي الدري والبنيه تشوف اللحم دمها والحراره دمها, وغتشوفي البنت كتلوع على البزول باغا ترضع, والام شاده ثابته وتترضع. الدري البنت تركل وتضربها وغتقمشها وغتحيح, ولاني راه محموله راه ماشي حامله. وحنا شادين كنعطيو العطفه ومع الجوع حتى كتسخف وتترضع. خصنا ندخلوها للخضوع, الخضوع بالحنيه. شتي هي معنقه, هاي محطوطه على البزوله ولكن بالصرامه, ماشي كنعدو فيها ومزيرين عليها, لا لا لا, كنبينوها بان ما غنغيروش الموقف. الرضيع والبني والدري الصغير كيزعينو فك وتيعرفك عامر, كيمتحنك عامر راه جوج ثالثه كيميك ولا يقدر في البلاصه يطلق في البلاصه. اما دابا هي حيت لا حنا دابا مسكين ضرب في لعبه في سميتها نصيب من سميتها حنينه, لعب فيها ملي كانت الاخرى كتلوح ليها الدموع وتعوج وتوقع كتذوب كتسخى كتعطي ولا تعمر راه بدا ما خلق قفله. مرحبا, نواصلوا باقي المكالمات. معنا مكالمه معنا ابو اميمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير سيدي بخير؟ مرحبا شريف.
تبارك الله عليك، تنشكرك بزاف. الله يبارك فيك سيدي. وكنشكر الرقم الطاقم التقني كامل. مرحبا خويا، مرحبا. بغيت نسولك على واحد البنيه عندي دابا هما جوجات، واحده اكبر من وحده، واحده عندها تقريبا 6 سنين. اها. والاخرى عندها قول عامين، يلا كيفطا منها هاد اليمات. اها. وكاينه الغيره بعضياته، وهذيك الكبيره راك عارف ديك البكره شويه خليتها حتى. اه. شويه ما كتسمعش، وبعض المرات كتسمع، بعض المرات ما كتسمعش. الله الله. وكانت اليمات الاولى ملي كانت باقا طريه كانت دوزاتها عليا. الله الله. كنقول هذا مس ولا ما عطاتنا هو، وكنت ندير بحال مكلمه ديال القران، وكنت ندير واحد السيد كيقرا عليها القران وداك الشيء، وكنشرب الماء ديال القران عاد بعدا الحمد لله شويه بعدا جاب الله الشيفا. قول لي الشريف. نعم اسيدي. امهم شتها بانت لي غايبه. لا كاينه موجوده. وعلاش انت اللي متقدم بزاف هاد البنيات؟ لا راه معايا كنديها يومها بجوج. ايه ولكن بحال مكة بعض المرات الا بغيت بحال مكة بعض المرات دابا كاين الفقيه عندنا ديال الجامع وداك الشيء. ايه. ما كنشطنش ما مع باقا. لا لا ما كندويش انا على تدي البنت. نعم اسيدي. شتي دابا الغنم. يا خويا. ملي كتكون في واحد الحوض زين. وكيكون دوار مقابل مع ذاك الحوض. كنخليو العيالات يسرحوا. لان مقابلين مع الدوار واحد الحوض مقاد ما فيهش الحفاري ما فيهش الفوسيات، ولكن ملي غنمشيو نسرحوا الغنم في الوطا وفي الجبل وفي الغابه ما غنصيفطوش العيالات يسرحوا، ديك الساعه كيخرج الراجل ما عرفتش الغابه شكون فيها. فدابا هنا الحمد لله بلاد الامان الحمد لله بلاد العرف، هادوك راه بنيات خاص تولاهم مرا. انت راك تبع معايا شتي، فخا نكمل. نعم اسي. شتي هي البنت راه تتبغي بها وتتحماق عليه، وهي تترضع جوج البزولات، كترضع بزولات الحليب ديال امها وكترضع الحال ديال امها. تمام. شتي الا مشات ما رضعاتش الحال ديال امها عودها يقصح بكري، وإلا قصح عود البنت بكري ما فيها خير لا ليها ولا لبها ولا لراجلها. فعاف اخويا خاصك تخليها قريبه لامها، واخا ما تقول لك والحاج واجي شوف لي هاد العفريته، انت ما تطيحش في ذاك الفخ بيناتكم، قول لها بيناتكم، قال لك ما تعرفيش. شتي خليها تعافر معاهم. دابا هنايا راه ماشي هذا، راه تصدوع. شتي البنايه تيقول لك السيمانه كانت ناقصه ملحه كتشقق، كيبان لك المرطوب غادي مزيان عاد تيكرم كضرب فيه كيتشقق، تيقول البنايه ناقص ملحه. راه ماشي الملحه ديال الطياب، واحد التخليطه ديال السيمه، يا اما المكتر يا اما الرمله كترات ما جابش مقاده. راه كذلك العلاقه ديال الوليدات مع البنيات، اذا كانوا ذكوره راه كتسمعي الامهات كتقول لك عندي مشكل مع الدري. اش من مشكل عندك معاه؟ ما تيقراش ليا مزيان، ما تيجيبش ليا مزيان. كنقول لها واش عايشه معاه علاقة السيادة ولا علاقة الهيمنة؟ وسيري شوفي المعنى اللي استوعبه هو، اش كتعني أنثى أم مقابل ذكر ابن؟ ملي يدخل في ليدونتيفيكاسيون سيكسيوال واش خاصك كتبان ليه مو ولا كتبان ليه أنثى؟ تما فين كينفع الراجل؟ لقيت اللي كيتخربق عنده هو المفاهيم كيبقاش يستوعب راه هذيك مولي تدوي، كيولي كيقول او شنو راجل كتحكم فيها مرا، كيولي يشوف مرا عاد امو كيشد الضد مع المرا اللي فمو، كيجي با تيذكر تقول علاش تذكر امك. عفوا عفوا، هذا راه هو اش كتسمى سي المراهقه ترهق، لان كيولي فيه لبس، المعاني كتولي فيه لبس، لانه كيركب الشخصيه الجنسيه كيركبها في التركيب، يقدر انسان يغلط بياسه اللي غتجي في بلاصه ثلاثة كتجيب لي ياسر رقم 5، تا كيسالي المونتاج وكيلقى أو هادي خارجة عوجة خصو ديمونتي وعاود، كاين اللي كيعكس كيقول لك أنا نخدم بها هكاك. فالغيرة ما بين الصغير والكبير حاجة طبيعية، نمتصوها باش بالمصاحبة والعدل، بالمصاحبة والعدل. قد ما عاشوها، درنا عليها واحد الحلقة واحد السبت، قد ما عاشوها قوية قد ما تيكونوا صالحين في المجتمع، لانه كيبدا يدير دي كومبرومي، كيدير توافق، تيقول وهو عنده هادي وانا عندي هادي وانا ما عنديش هادي، عنده هو
وما عندوش هذيك عندي انا. اذا هذوك لي كومبرونيك التوافق راه كيجيو من هاد الغيره، وهما اللي كيعطيونا لا نوسيون دو جوستيس ايديكيتي. ان الطفل والطفله ملي كيظلمو خوه كيمشي عند باه، بابا راه خويا حيد ليا وكذا وكذا. الاب هنا خصو فواحد المرحله يحسم يا ولدي اللي عطيه ديالو، وفواحد المرحله خصو يبعدو من العفات. تما نهار كلو تلعبو صاحبين في عشيه يجيو تحمقوني، خصو يكون فهاد الشيء، خصو يكون بجوج، مره تنحسم مره تنخوي. ثالثه خصني ننتبه راه مؤنث وجايين براشين عندي، المات عندي انا باهم، الصغيره عندي انا باهم، غياخذوا مني الحمايه، غياخذوا مني الامن، غياخذوا مني النفقه، غياخذوا مني اللعب، ولكن غيشربوني تحت الذكور، راه ذكر هو. فلهذا خص يكون غير مواقيت، خص يكون غير مواقيت. سير بعدو مني اشريفه، اجي شوف بعد عفريته بنتك، يحول لهم الام ديالك. ماشي معناتها انا ما كيعرفش، معناتها سا سو ريغل اونتر فام. C'est une question qui se règle entre femmes. Nous pouvons-nous la régler les hommes? On peut. Mais ça se règle entre femmes. Je crois au moins. أمها كتلقى شي طريقة فنية كدوي مع ولدها، وولدها في طريقة فنية كيدوي مع نسيبه اللي هو زوج مرته، زوج أخته، زوج مرته، بحثوا عن زوج مرأتي. مرحبا مستمعينا، معنا فاصل وغادي نرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجينا لكم مستمعينا انتم في الاستماع دائما البرنامج بكل وضوح، مازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفية. معنا أم هبة من مكناس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام هبه الحمد لله اللي شد لي الخط، انت شدني الخلعه. مرحبا بك لاله، مرحبا بك. السلام عليكم الدكتور، كي دايرتي؟ مرحبا لاله، مرحبا بك. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير على هاد النصائح اللي كتعطينا، راه عرفتي واحد المعزه كثيره في قلبي. حفظكم الله ورسوله اختي، بارك الله فيك. كنت كنتي جاري ولا خويا ولا عمي ولا با، والله الا باش ترى النصائح كيف ما هكا، الله يجازيك بخير. مرحبا اختي، الله يحفظك يا ربي. الله يحفظك. انا عارفك عمري في 34 سنه، عندي جوج وليدات، واحده عندها 10 سنين وبنيتها عندها 7 سنين. عندي دي كنت قبضت في 2002، وما تضحكش عليا عافاك. لا ما نضحكش. 2002 قبضت دي في تكنيك دو مانجمنت اوبسيون ادمينستراسيون دي زافير، وفي 2003 تزوجت. تبارك الله. خدمت واخا كنت انا مولوعه بالكونتابيليتي وهذا يعني كان بالكونتابيليتي كتمشي لي في الدم مع كان عندي باك سيونس اكس وكنت جبته بمونسيون يعني كانت الكونتا والحساب كانت عزيزه عليا، ولكن فاش تزوجت صافي جلست وجاتني واحد العرض من واحد السيده قالت لي راه عندي ايكول بريفي وديك الشيء، جي جلسي معنا وديك الشيء وديري ستاج ابخي ان شاء الله تقدري تلقاك مادام ما لحقاش وما خلانيش نخدم شي حاجه اخرى. فاش خدمت في ايكول بريفي المهم حتى راسي عاوتاني فيها لان كنحس براسي يعني الحاجه اللي كنمشي لها كنحاول انني يعني نتكيف معاها يعني كنت ادابتا يعني كان مشيت مع ايكول بريفي صافي دوزت معاهم ستاج وديك الشيء عام خدمت معاهم مزيان ولت ولدي قابلتي لي الوالده ومشيت معاهم مزيان حتى هذا وقعوا مشاكل في الدار وديك الشيء جلست ما كان عندي مشاكل بزاف هذه 14 عام ديال الزواج الزواج وديك الشيء جلست عاوتاني فاش ولدت بنتي عاوتاني فاش كبرات شويه رجعت خدمتي العام اللي فات خدمت كول بريفي نيت ولكن ما لقيت داك الشيء ماشي بحال اللي كان شحال هادي ولا ما بقاوش يطلبوا شي مستوى انك انا لونفون يكون عنده شي مستوى ولا شي حاجه ولا باغي هذا سميتو غير الصوره هي الفورمال انه الولد يجيب حاجه يعني النقطه تكون عنده كونفلي وصافي اما شنو عنده في الكونتوني ما بقاش داك الشيء علاش جلست ما بغيتش نعاود نخدم ودفعت لها نكمل نقرت لها ليسونس بروفيسيونيل اون جيستيون انفورماتيزي دو جيستيون ميثود انفورماتيزي دو جيستيون وما كتبش ما قبلونيش
ودابا بغيت نسولك دكتور عافاك واش بغيت نفعل في ديستيغ لحقاش وليت كنتعصب مع الدراري بزاف دابا تبارك الله كبروا كنبقى النهار كامل في الدار هو كيجي كنتعصب معاه وعاوتاني الداعي كنتعصب معاهم كنحس بحال اللي عندي واحد الطاقه لداخل ما كنقدرش نخرجها كنخرجها في التعصاب ولا مع الدراري كنتحكم معاهم بزاف كيبان لي داك الشيء كيدير ناقص خصني ضروري نغوت عليه ولا بحال هكا الحفاظه مع الدراري ولا ديك الشيء المهم بغيت نخوي شنو زعما في نظرك تعاوني جات فرصة اخرى انني ندخل ايكول بريفي وانا داك يعني ديك الخدمه بالغش ما كتعجبنيش ما يعني باش نقطع واحد الفلوس وانني ما درتش اليوم واحد لافور ما كتعجبنيش ما حاولتيش تشوف انك تقري في مستويات شويه كبر قريت في الماستر ديال ماركتينغ طلبة اللي تيوجدوا لي فيليير كوميرسيال عندهم مواد صعيبة من أصعب المواد جيستيون والماركتينغ ما كيلقاوش أساتذة ديال الدعم اللي لأن عندهم هما مطالبين باش يديروا واحد رابور دو ستاج وتيديروا هذاك لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل وسورتو الشعاب الكوميرسيال في هاد لي دو في الجيستيون وفي الماركتينغ عرفتي باش تلقى أستاذ اللي أثر فهنا خصها تضبط لأن مستوى عالي جدا خصها تضبط المادة ديالها وتتصل بواحد العدد ديال المؤسسات وتكون هي يعني ماتر اسيستون ولا بريباراتور دو داكتيفيتي والأستاذ تيدفع الطلبة ديالو للستاج ولكن ما تيقدرش هو يأثرهم لأن بزاف فكيبقاو مساكنين يأثروا إما كيديروا كوبي كولي مع الطلبة اللي دوزو وتيبداو يلقاو لي رابور داكتيفيتي اللي دازو الا بغى يبدا خصو شي واحد يساعدو فالا كتلقى واحد الاستاذ موجه كنعرف انا لي زيكول اللي دايرين هاد لا فونكسيون ديال بريباراتور داكتيفيتي بروفيسيونيل لان هي اللي غتعطي السوتنونس هي اللي كتعطي الرابور ستاج هي اللي كتعطي واحد المصداقيه للدراسه ديال الطالب وسورتو في هاد البرونش هادي راه دونك نصيحتي ليها طلع كرات غير في النيفو بريمير الا مره طلع معنا فاطمه من الدار البيضاء اخر مكالمه الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله والله العظيم الا يعني شنقول لك كنسمع انهم كيقولوا قل في الخلعه وهذا فعلا مرحبا خير نبدا نشكرك كنشكرك سي الدريبي على هذا البرنامج مرحبا اختي وحنا فخورين ان عندنا مغربي بحالك يعني قلبوا على المغاربه احبكم الله ورسوله اختي بارك الله فيك الله يبارك فيك سي الدريبي تفضل فاطمة مرحبا أنا فاطمة عندي 50 عام تبارك الله عندي 3 الوليدات بون الوليد الكبير عندي عنده 30 عام البنيته عندها 25 عام بون هادو بون كاين عندي شوية المشاكل مع سورتو الوليد الكبير ولكن بون المشكل اللي عندي سورتو مع البنيته الصغيرة اللي عندها 18 عام هاد البنيته هادي بون هادي تي كالم في لو ديبي وداك الشيء ولكن يعني بدات عندي المشاكل معها الاج دو 9 عام بدلت لها ليكول باسكو انا كنت يعني جيتي با ساتيسفيت النيفو ديال هاد العربي وبدلت لها ليكول الو منين بدلت لها ليكول يعني ان شونجمون توتال في البنيته ومن ثم المشاكل يعني كاينه من المشاكل الى حد الان بحال شنو المشاكل مشاكل يعني ديال انها ما كتسمعش وكدير شي تصرفات وزدت المشاكل يعني منين نجحت في الكوليج ونجحت السادس وديتها للكوليج هي ستوندي انني غنحطها في البريفي قلت لها لا انا يعني انا براسي في التعليم في الببليك وكنثق في التعليم العمومي يعني وديتها للكوليج اللي قرات فيه اختها ولكن بداو المشاكل بزاف يعني كنلقاها وقفة مع مثلا ولاد ولا هذا كنصور كنضربها باها كنضربها يعني بداو المشاكل كثير كثيرين يعني ما نقولكش دابا هاد النساء عندها 18 عام مؤخرا كنلقى عندها يعني باكية ديال الكازو وخدات الباك ديالها دارت دوا فرونسي و
مشاكل يعني ما دخلش دي موديول وداك الشيء وبغيتك تنصحني استاذ الله يخليك ما عرفتش اش غندير معاه. هو عفاكتي لالا فاطمه راه دائما كتسمعيني في البرامج وفي الحلقات كنقول لكم خصكم تخليوا الطاقات تفجر قدامكم ديال ولادكم. الطاقه ديال ولدك ولا بنتك خصها تفجر. راه لما فجرتيش الطاقه كتنفجر. دابا ملي كتقول لالا فاطمه بنتها 18 عام او ديبي الي تي كالم، واش مؤشر غنطمئنوا ليه ولا غنديروا ضمنوا البال؟ او ديبي الي تي كالم راه ما خصنيش نطمئن ليه، ولكن حنا في ثرويتنا داكشي اللي تربينا لانه حتى دابا شنو اليوم ديما في الحلقه شنو قلنا؟ قلنا راه ماشي كل موروث خصني نقبلو. حنا عندنا واحد الموروث ديال الدري المربي باش مربي كتثبت وتحصن ما تتحركش من كترجع لما باه. هذا هو الموروث وراه خطا، هذا خطا ماشي معنيتها خاصها تعود ترد على امها وباها وتقلل الحياه، ومش هذا المقصود. المقصود الى ردات ما كينقصش من الشان ديالها الا كان عندها الحق. كناخذوا المحتوى ديال الرد وتنأطروا الشكل ديال الرد. بنتي عندك الحق في الكلام اللي قلتي، كنت طريقه حبيبه باش قلتيها ماشي مقبول الله ذلك. ايوا واش بغيتي باك يتخاصم معاك ولا نوجه يا فبنتي هذاك الشيء اللي قلتيه بهذاك الغوات وبالهزان اليد وهذا ديالك بنتي لما قوليها بنفس الشكل بحال سيدنا ابراهيم اللي تيقول يا اباتي ما قالش لي هو ابا يا اباتي وعاد غيعطي المحتوى، المحتوى قوي. واخا بروفيسور لا سمحتي غادي نكملوا مع فاطمه غدا ان شاء الله ننتظري الجواب من عند البروفيسور. وفي ختام لقائنا اليوم تنشكروا كل مستمعينا الاوفياء البرنامج بكل وضوح. موعدنا كيتجدد بكم غدا باذن الله في نفس التوقيت المسائي من السادسه الحدود الثامنه مساء على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالتسجيل ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.